يعني فعلا يعني اعاد الثقة وعاد الاعتبار للأمة العربية والإسلامية مش لمصر بس، في المنطقة وفي العالم كله. وهذا اليوم اللي احنا بنستلهم منه العبر والعظة، واللي يمكن مصر تغلبت على المستحيل فيه، والنهاردة في ظل الجمهورية الجديدة النهاردة مصر بتتغلب على المستحيل أيضا في التحديات الكبيرة اللي تواجهها في مشاكلها في كل هذه الأمور. والحمد لله احنا شايفين نجاحات كل يوم بتتحقق على الأرض في مشروعات قومية وحل مشاكل، يعني أعتقد المواطن يشهدها ويلمسها يوميا، وإحنا بنعمل عليها تماما. فإن شاء الله بإذن الله ذكرى نصر أكتوبر يكون دايما للأجيال الحالية والأجيال المستقبلية، يكون دايما يعني رمز للتحدي والصمود والإصرار على النجاح والتقدم لصالح هذه البلد. هل هيتكلمنا على ما يتم النهاردة في الجولة ومن افتتاحات المشروعات، يعني متابعة المشروعات؟ وطبعا حرص حضرتك ان اختيار النهاردة اليوم 6 اكتوبر او احتفال 6 اكتوبر. طبعا احنا النهاردة حرصنا انه يبقى يوم 6 اكتوبر نحتفل فيه، حركة النهاردة يبقى فيه احتفالية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة. النهاردة فيه احتفالية يعني بنحيي العلم المصري في المحافظة عشان نقول للأجيال الجديدة وولادنا وأحفادنا النهاردة هذا يوم عظيم، يوم شهادته مصر، ولابد ان احنا نحرص على الاحتفال به، وزي ما قلت ان احنا نستلهم منه العبر والعظة. بعد كده ان شاء الله هنتوجه لمركز الشباب، احد مراكز الشباب، نشوف حملة للتبرع بالدم برضو عشان نحس يعني مواطنينا في محافظة الجيزة، واللي انا عارف ومتأكد ان هم بيستجيبوا مع هذه المبادرات عشان التبرع بالدم. وبعد كده ان شاء الله بإذن الله هيبقى عندنا ماراثون مشي ان شاء الله بعد الظهر، وبالليل بنختتم بحفلة موجودة عملاها برضو وزارة الشباب بالتنسيق مع المحافظة والمديرية. شكرا ان شاء الله بإذن الله يكون يوم طيب ومناسب ان شاء الله. شكرا شكرا فندم.